السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر هاني أحمد إبراهيم العليجي أو هاني العليجي. أنا النهاردة هنكمل الكورس بتاع الاستوديو. إحنا طبعا هنقعد نتكلم شوية لأن الموضوع ده شيق وعاوز فيديوهات كتير، بس في كورس بيشرح الاستوديو ده بشكل أفضل من اللي أنا هقوله، يعني بيبقى متخصص اكتر في الاستوديو. تمام، داخل احنا في مايكروسوفت بناخد بس الانفورميشن، بس انا يعني مش بقلل من الفيديو، بس بقول في ناس احسن برضه في الشرح، بس يعني الحمد لله والشكر لله بحاول ان انا اوصلكم المعلومه بشكل مفيد جدا وسلس وطريقه سلسه جدا، وربنا يعيننا ونكمل في الكورس. تمام، الناس التانية اللي انا بتكلم عليها بتشرح كورس الاستود، يعني الموضوع كله استود، يعني في ناس بتشرح الداتا سنتر كله استود، مفيش بقى ملوش بقى دعوه بالسيرفر ولا سوري ملوش دعوه بالسيرفر، ملوش دعوه بالدومين، ملوش دعوه بالجو بوليسي، ماليش دعوه انا بالقصه دي، انا مش بتاعتي، انا دي يا راجل انا داتا سنتر، المهم ازاي احفظ لك الداتا وازاي تخزن انت الداتا او الداتا. تمام، فالكلام ده مش تخصصنا احنا هنا في الكورس، لكن مايكروسوفت عمل الصوت بس. انا ان شاء الله ربنا يعيننا رب هنحاول اتكلم في جزئيه بس بعد ما نخلص الليسون ده. تمام، هقول لك عليها بس ما نخلص. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وات از داس؟ ايه الداس ده؟ دايركت اتاتشد ستورج، داس ار فيزيكالي اتاتش تو ذا سيرفر، ادفانسد disadvantage. قال لك is the easy to configure inexpensive solution. ايه ده؟ هو الداس يعني ايه؟ قال لك انت في المحاضرة اللي فاتت قلت لي عندي هاردات وعندي حاجات كتير كده، قلت لي هارد سكازي وهارد ساس وهارد مش عارف ايه. تمام، هو ده اللي قصده بيه الداس. داس يعني ايه؟ انا بجيب هارد خارجي، يعني مثلا انا رايح في شركة دلوقتي، لو سمحت انا راجل في شركة ما في امكانيات ضعيفة وعاوز اخد باك اب من الداتا نفسها، فبيقول لك ايه معلش اشتري لي هارد. تمام، هارد ديسك ووصله بالسيرفر وخد الداتا، او وصله بكل جهاز على حسب انت عامل ممكن جروب او السيرفر، خد باك اب منه خزن عنده. ده اللي اسمه الداس. طبعا ده بيبقى عملية ايزي، يعني في الكونفيجر في الاعداد بتاعه سهل جدا، بتوصل الهارد يو اس بي. كل سنة وانت طيب. انكسبنسيف سوليوشن يعني حل، يعني ايه مش مكلف يعني. isolated because it is only attached to a single server. طبعا بيبقى معزول، يعني مش شرط ان هو ده بيبقى من بره، معزول بيبقى خارجي. الصورة يعني هو بيبقى بطيء جدا، يعني عشان تنقل الداتا يعني ممكن اروح نام وانا اروح البيت انام وهو لسه بيني في الداتا. طبعا الكلام ده ما ينفعش، فطبعا دي بالنسبة للشركات الضعيفة هي بتستخدم الكلام ده، اما بالنسبة للشركات القوية ده لا، ده ما ينفعش، وانا مفضل الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ ان انا اهم حاجة في الشركة حاجتين، ازاي تخزن الداتا او الداتا، ساعات هي الداتا صح بس ان احنا اتعودنا على كلمة الداتا. تمام، فازاي نخزن الداتا. تمام، وبعد ما اعمل سيف للداتا نفسها محتاج سرعة، ما انا مش معقول اقعد اعمل سيف البيانات اللي عندي وانام بقى جنبها بقى سيفها فين على الهارد واستنى بقى ايه المعبال ما تسيف وبتاخد مني وقت. طبعا الكلام ده ما ينفعنيش، انا اهم حاجه برضه عندي الوقت،
مش هقعد اعمل كوبي من السيرفر على الداتا في طريقة هيبقى بطيء عن الحاجة اللي مثلا عاوز انقلها في دقيقة هتتنقل مثلا في نص ساعة. ليه؟ لان انت بتعتمد على كابل يو اس بي، يعني مش حاجة سريعة اوي يعني. بس بالنسبة للشركات اللي هي محدودة فبالنسبة لها ده المتوفر. تمام. طبعا انت بتوصله بالهارد بالسيرفر على طول، ده الداس. تمام. بس طبعا انا لا افضل هذا الداتا. تمام. او ما افضلش الداس ده اصلا في الشغل، سواء محدود او مش محدود. في ايه حل تاني نزل؟ سوري، في عندي وات از نتورك اتاتشد ستورج، دي حاجه اسمها ناس. الناس is storage that is attached to dedicated storage device and access through network share. طيب ثواني كده اعمل حاجة عشان تاني. يبقى هي الناس is a storage that is attached to dedicated storage device and access through network share. يعني هو بيقول لك ده حل نزل جميل ولذيذ، اللي هو بيبقى فيه جهاز بيبقى فيه مجموعة من الهاردات. تمام. بتخزن انت الداتا فيها. تمام. فممكن تاخد بقى، ممكن ناس تحط 4 هاردات، في ناس ممكن توصل 6 هاردات، في ناس ممكن تعمل 10 هاردات. طب على اساس ايه ده؟ على اساس الجهاز اللي انت بتشتري. كل حاجة طبعا لها سعر. ايه طبعا نبدأ نشوف المميزات. ريليتيف دي تمام. انكسبنسيف يعني هو رخيص نسبيا، يعني هو مش هيبقى حل يعني ازاي. هو طبعا مش هيبقى زي موضوع الهارد، لا. تمام. هو مش هيبقى زي الهارد. هو بيقول لك ايزي تو كونفيجر. هو بيقول لك يعني ايه؟ هو انا عندي جهاز بوصله بسويتش تمام، او بالشبكة اللان، والاجهزة كلها تخزن فيها فايل سيرفر. فايل سيرفر طبعا هو ممكن تعمل شيء، يعني انت ممكن تعمل من خلال الناس دي فولدر، ان انا اعمل فولدر في على الهارد اللي جواه، والفولدر ده ابدا اشيره وابدا ايه اتحكم فيه، هو مش هتحكم فيه، ابدا احط فيه الداتا فيه او الداتا. تمام. ابدا احط الداتا، يعني مثلا انا عندي اهو جهاز سيرفر. تمام. فين الالم بتاعي؟ جميل. تمام. انا عاوز اعمل ايه؟ فولدر واعمله شينج. هحط الفولدر فين؟ على السيرفر؟ لا، ده انا ممكن احطه هنا على جهاز الناس في اي هارد واعمل فولدر كده. اي جهاز ممكن يخش يعمل ايه اكسس عليه ويحط هنا الداتا اللي هو او الداتا اللي هو عاوزها. تمام. قال لي ماشي. هو بيقول لك سلولي اكسس تايمز، يعني بيبقى بطيء شويه، بس مش زي الهارد. زي الهارد نوت ان انتربرايز سوليوشن، يعني مش الحل اللي هو الاوفر قوي بالنسبه لك. طبعا الناس بتقدم هنا اوفر سنترلايز ستورز، يعني بتعمل وحده تخزين زي مركزيه. قال لك هي هنا بتستخدم حاجه سي اي اف اس وان اف اس. بيستخدم هنا طبعا عشان تتعامل مع الناس بيستخدم هنا بروتوكول سي اي اف اس و ان اف اس. تمام. طبعا انت بمجرد ما انت تظبطه في اللي هو الناس، لما تفتح ماي كمبيوتر
هتلاقي ظهر لك بارتيشن زيادة، تمام؟ البارتيشن الزيادة ده مش موجود عندك، مش موجود عندنا. ده البارتيشن ده جاي من وحدة التخزين اللي هو الناس، يعني هو هيبقى عندي هنا ماي كمبيوتر، تمام؟ أنا عندي هنا في سي، وعندي هنا في دي، ودي سي ودي دي. ده بالنسبة للدي. ده بالنسبة للهاردات اللي موجودة هنا في السيرفر. في عندي هنا أنا اسمه سي ودي، في ظهر لي بارتيشن اسمه الإي. الإي ده فين؟ قال لك الإي ده منين؟ اللي موجود هنا في الناس، تمام؟ قال لي ماشي. طب تعالى أوريك على حاجة، أنا هشرحها لك. يعني واحد يعني فتح خيوط بيشرح الكلام ده أجنبي، فبيوريك بقى الناس ده شكله إيه. فاحنا هنشوف الفيديو ده شكله ايه، تمام؟ وانا عندي مجموعة اشكال، بس ثواني كده. هو ده شكل الناس، بس انا كنت عاوز اظهر لك اكتر كمان، لان مش اكتر من ده وشه من قدام وشه من ورا بقى، هو ده اللي يهمني. هنا بياخد قد كده هارت، اتنين تلاتة اربعة، ده بياخد اربع هارتات. اما ده بقى احسب، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ستة وستة اتناشر، واتناشر أربعة وعشرين هارد. تخيل بقى أربعة وعشرين هارد بقى، كل واحد بقى ياخد كام جيجا، تمام؟ طبعا لما بتيجي تروح تشتري السان أو سوري الناس، بيبقى بتروح أنت تشتري في اللي عندك هنا في مصر، في مول اسمه مول السخاوي، اللي هو موجود يعني في رمسيس، تمام؟ فبتروح تشتري منه. فانت لما تيجي تشتري لازم تعرف حاجتين، الهارد ده هو تعرف، لازم تعرف هو تعرف حاجتين، الناس اللي انا هشتريه بياخد كام هارد. ثانيا الهارد اللي هنا مش حال الجهاز ده، ممكن مثلا ممكن تشتريه ب 2000 جنيه. قال لي جهاز ب 2000 جنيه، قلت له لا مستعمل. رقم واحد. اتنين، ده جهاز بدون هاردات، ده الهاردات لها سعر تاني. قال لي ب 2000 جنيه مستعمل وبدون هاردات، انا جايب جهاز كده ملهوش اي لازمه، لازم تجيب له هاردات. طبعا انا بديك سعر، ده كان هو كان انا سائل عليه كان عامل حوالي 6000 جنيه بدون هاردات. طب هو ليه، ايه الفرق من 2000 ل 6000؟ الفرق اكيد في السرعه، استقبال بقى الداتا بتبقى سرعه، لان بتختلف من هارد لهارد. ان احنا قلنا في اس اس دي وفي اسكازي وفي في اي دي اي او سوري اي دي اي، تمام؟ فانا لما بروح اشتري بشتري طبعا الجهاز اللي بيبقى فيه هارداته متوفره موجوده في السوق، مش هقعد ادور عليه. ما انا ممكن اجيب جهاز رخيص بس هارداته مش متوفره، ما عملتش فيه حاجه، انا الهاردات بتبوظ، تمام؟ طبعا بيبقى محتاج تكييف بشكل غير عادي، لأن الهضاد دي بتسخن. هي في تبريد من ورا بس يعني مش ده اللي هيبرد يعني. يعني في ناس قبل كده تقول لك ايه، طب ما انا احط له مروحه. هي المروحه بتعمل تبريد ولا المروحه بتقلب الهواء؟ المروحه بتقلب الهواء، سواء بارد هتقلبه، سخنه هتقلبه له، يعني مش تقلب اللي هو بتشيل، يعني بتغير يعني حركه بس الهواء، تمام؟ فطبعا الكلام ده حلو وجميل. ثواني كده بقى عشان اظبط لكم بقى الفيديو بقى اتفرج عليه. هنا بقى الفيديو هيبدا يتكلم عن الهارد، انا هحاول ايه اقبله شويه ونشوف شكل الناس. هو بدا يشيل اهو الهارد، يوريك اللي هو ممكن اللي انت هتوصله باللان، تمام؟ طبعا دي في مراوح في خلفيه بتعمل بعمليه تبريد، الناس بتستقل بالهارد. الهارد في الكيسه بتاعتك بيبقى بيبقى نار 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 نار. فتخيل بقى هاردات بيتخزن عليها الداتا، داتا رايحه جايه رايحه جايه، سين ده سيف سين ده سيف، هيبقى عامل ازاي؟ يقول لك احمني. طبعا عاوز تبريد عالي، عاوز اوضه مكيفه، تمام؟ ما حدش يجي يقول له مروحة.
بيتحط له حاجة زي الرماد أهي، ده شكله طبعا ده نوع من أنواع الناس. أنا ما أنا مش بأيد الشكل يا جماعة دي، أو أنا ماليش دعوة بالعلامة دي أو الماركة دي. أنا عموما بقول شكله إزاي وبيتفتح إزاي، وأنت هتبحث على اليوتيوب هتلاقي أحسن مني، بس أنا برضه في الفيديو بشرح فلازم تبقى فاهم القصة ماشية. تمام، وصلوا عادي بالشبكة زي ما أنت شايف، غاز لذيذ جميل بياخد 4 حضات. طبعا يبدأ يفهمك السوفت وير، بس مش موضوعنا في الوقت الحالي. تمام، تعال بقى نكمل. الناس ده سيستم ار نتوركد ابلاينس which contains one or more hard drive often arranged into logical. هو عاوز يشرح هنا. طب ثواني كده اعمل حاجة وارجع لكم تاني. تمام، often arranged into logical redundant storage container or read array. هي بس انا كنت عاوز اعمل read array، بس دي موضوع تاني. ده read دي يا جماعة يعني هنسيبها دلوقتي، انا مش هنتكلم فيها، بس المهم نعرف الناس ده عبارة عن زي وحدة كده تخزين. تمام، بيبقى فيها مجموعة من هاردات. تمام، زي ما احنا شفنا ممكن نطبق حاجة اسمها read array. تمام، ده يعني زي حاجة كده نظام، او مش نظام، بلاش نظام، هي طريقة لتخزين الداتا على الهارد. بس الريد ده هنسيبه دلوقتي خالص، لان هو انا عاوز اشرحه بس مش حاليا، نسيبه دلوقتي، لان حتى انا مش هتكلم عليه هنا، هنتكلم عليه بعد ما ابدا اشرح الهارد بقى، وافهم ازاي اتقسم، وافهم ازاي اتعامل مع الهاردات. بس نعرف اللي هو عباره عن مجموعه من الهاردات. تمام، نتورك اتاتش ستورج ريموف ذا responsibility هي responsibility of file surfing. تمام، surfing from other server on the network. طبعا انت هنا ممكن تستخدم حاجة file server، او انت ممكن تعمل هنا زي ان انا عاوز اوصله لك، ان انت ممكن تستخدم هنا الفايل اللي هو اللي انا قلت عليه فايل شيرنج. تمام، وتعمل هنا حاجة خاصة بال، تكون خاصة بالنتورك. تمام، تمام، اللي هو ان احنا قلنا ممكن نعمل فولدر، ويبقى الفولدر ده ياخد الداتا من اي سيرفر تاني. تمام، انا ممكن ابقى عامل فولدر داخل هارد معين في الناس، وابدا السيرفرات التانية بتبدا تخزن فيه، انا اخزن فيه والسيرفرات التانية تخزن فيه. تمام، بس بيبقى اسرع من لما انت تجيب هارد خارجي وتقعد توصل بقى سات او سوري يو اس بي والكلام ده. زي typical provide access to file using network file sharing protocol. طبعا انت بتستخدم حاجة اسمها file sharing عشان تبدأ تخش على الداتا، فانا بس والداتا بستخدم حاجة كذا بروتوكول. في عندي NFS SMB او CIFS او AFB. طبعا الناس هيقول لك NFS ده خاص باليونكس. تمام، CMB CIF سيرفر مسج بلوك مش عارف كومن انترنت فايل سيستم يوز
ام اس ويندوز، يعني البروتوكول ده اس ام بي او سي اي اف بيستخدموه مع الويندوز. الله اكبر الله اكبر. تمام، فقال لك هنا هو بيستخدم حاجه اسمها اي اف بي يوزنج ابل ماكنتوش كمبيوتر. طبعا الابل ماكنتوش بيستخدم برضه فايل ايه سيستم، بيستخدم هنا بروتوكول، يبقى كل واحد فينا بيستخدم بروتوكول عشان نوصل للايه للهارد. في هنا الناس هو بيقول لك في جهاز هنا حلو اهو، بيقول لك هنا في جهاز كمبيوتر وفي لابتوب وفي سيرفر، وبيتوصل هنا زي سويتش. تمام، وبيتوصل بالناس. بس في مشكلة لو الجهاز ده حصل فيه مشكلة ودمج الداتا هنا، ايه اللي هيحصل؟ الدمج بتاعتي اهو، ايه اللي هيحصل هنا؟ انا حصل فيه حصل اتحرق، اصبح السيرفر ده واقف ولا هيخزن، ولا اللابتوب هيخزن، سوري ولا اللابتوب اهو تحت، ولا بيخزن، وقفت الاستوديو. دي كارثة، دي مصيبة بالنسبة لنا. بصراحة في شركة بستخدم حاجة اسمها ناس، وفي حصل فيها حرق، حصل فيها أي حاجة، وقفنا ما اشتغلش. قالك لا برضه ده مش حل، ده كده مش حل. قالك تمام، فانت لازم تعرف ان انت بتستخدم هنا حاجة اسمها فايل شيرنج، عشان انت بتعمل شيرنج، مش انت بتعمل فولدر تعمل رايت كليك وتقول شيرنج. استخدم بقى بروتوكول ان اف اس اس ام بي سي اي اف اس على حسب بقى، ده يونكس، ده ويندوز، ده الابل ماكنتوش. تمام، فقال لك طب ما انا كده في مشكله. هنتكلم هنا عن السان، تعالى بقى ايه ماشي نسيب ده دلوقتي. السان ده هو نوع التالت في التخزين. تمام، هو طبعا السان هي اختصار storage area network، storage area network. تمام، السان ده هيقول لك هنا الادفانتج بتاعته، هو بيقول لك fast access time easily expendable centralized storage high level of redundancy. تمام، يعني ايه الكلام ده بقى؟ لحظة نعمل حاجة ونرجع لكم تاني. يعني ايه الكلام اللي انا قلته؟ ربنا يعيننا. بس بسم الله انا عندي اتنين سيرفر، اسمه ايه بيقول لك ايه، عندي هنا سيرفر وعندي هنا في صرف، وعندي سويتشات او تنين داتا، وعندي هنا الستورج ديفايس. تمام، قال لي جميل، بفضل السيرفر ده في بارتيشن السي. تمام، وفي بارتيشن دي اكسبندبل يعني قابل للتوسيع. لا ده انا عاوز ازود، معلش زود لي كمان هنا بارتيشن الاي، والاي ده هيبقى منين؟ قال لك هنحط هنا الاي. تمام، وليكن ده هنا الاي. تمام، وقال لك ممكن يبقى بارتيشن هنا الاي ده يبقى ظاهر عندي سيرفر 1 وظاهر عندي سيرفر 2. ده بقى لما يبقى عندك الجهاز ده هتشوف الكلام ده بعينك. تمام، هيبقى طب عندي عاوز ازود، ممكن تزود.
طب عاوز اقلل؟ لا ده انا عاوز اشيل الايه، خليه سي ودي بس. ماشي ممكن، بس هو مشكلته طبعا هو عشان توصله انت بتستخدم حاجه اسمها فايبر شانل او ايس كاز، وفي حاجه اسمها اي او اي اي تي اي اوفر ايثرنت. طبعا ده عشان توصل الداتا. طب انت بتقول لي انا بستخدم هنا الفايبر والايس ايس كازي، تمام. هو هنا بقى السرعه، هنا بقى بنتكلم، هنا هو بيقول لي فاستست اكسس تايم، قال لك عشان انت بتستخدم هنا فايبر وعندك هنا الايس كازي. انت اصلا السيرفر في سويتشات معينه بتتوصل بال بسمح محين بالسان، زي اللي هي فايبر شانل والايس كازي اللي هم ده زي الايه ده سويتش، تمام. ده بيبقى فيه كابلات فايبر، بيبقى رفيعه قوي بس سريعه جدا. حتى انت في شركه تي داتا بتقول لك انا هديك سرعه اعلى عشان بنعمل كابلاتنا عملناها بنظام الفايبر، تمام، مش باي حاجه. فالفايبر هنا سريع جدا، انا شفته بعيني، تمام. هو موجود في القاهره وفي السويتشات بتاعت سيسكو بتستخدم الفايبر، مش كل البوتات يعني، بيسيبنا البوتات العادية الايثرنت، لكن في عندك بوتات بتبقى فايبر. دي شكلها برضو بتبقى رفيعة جدا يا جماعة، رفيعة بشكل غير عادي يعني، الواحد يخاف يلمسها عشان ما تتكسرش وغالية. ده الايس كازي، هو شبه برضو شبه اللان كده، بس توصيلة معينة بتبقى اسرع من شبكة اللان العادية. طبعا اي او اي دي كارتة كده بتبقى زي ايه خط نتورك، بس ايه بتبقى نظام زي معدلة في نقل الداتا او الداتا، تمام. بس طبعا هو افضل حاجة دلوقتي هو الفايبر، تمام. طبعا عيوبها انا مش شايف، مفيش، هي مور اكسبنسيف طبعا، دي غالية جدا. اكواير سبيشاليز سكيلز، يعني عاوزه مهارات معينه، يعني مش اي حد يقعد قدام الجهاز ده ويشتغل، لا انت عاوز واحد صاحي للقصه دي، تمام. ده شكل السان. طبعا هو بيقدر يخزن هنا، السيرفر ده بيروح للسويتش، يبدا يروح للسيرفر ده هنا او هنا على حسب بقى هو عاوز ايه. ممكن احط هنا مثلا هنا السي او هنا الدي او هنا الاف، تمام. طبعا لو حصل هنا في مشكلة هو طبعا بيبدأ يعالج الكلام ده في السان، تمام. فبيقول لك الفرق بين السان والناس، طبعا هو مش فرق يعني، بيحكي لك ملخص لده. هنا بيستخدم هنا في السان الفايبر والايس كازي والاي او اي، اما ده بيستخدم اس ام بي واف ان اس واي اف اس، اتكلمنا عنه. هنا ريد، هنا ريد بقى بيتكلم عن الهارد، بس انا مش هتكلم فيه دلوقتي خالص، انا عاوز اوصل للناس والسان بس. طبعا انت السان بتبقى افضل بكتير من الناس. طب في واحد قال لي انا عندي سيرفر وعليه مجموعة من الهاردات، تمام، وعاوز اخزن الداتا عليه. قال لك في برنامج بينزل، وان شاء الله دي اللي انا بقى بحاول ان انا في اول فيديو اديكم ان شاء الله اعمل لكم حاجه تاني. انا عاوز اشتغل على جهاز في عندي سيرفر عليه حوالي 10 اجهزه، وعاوز اطبق الداتا واخزن عليه. قال لك في برنامج اسمه فري ناس، تنزله على السيستم والويندوز وتبدأ تتعامل معاه مع السيرفر، وتبدأ تشوف الداتا دي تخزنها ازاي، بدل ما اروح اشتري ستورج بقى الناس. لا ده انا عندي سيرفر يكون محترم، بس السيرفر ده بيبقى فيه 2 بروسيسور، رامات بس 32، هاردات بقى ممكن ياخد 6 هاردات 7 هاردات، يبقى انا وفرت بدل ما اروح اشتري جهاز خارجي اسمه الناس، تمام. قال لي حلو جميل، ده ان شاء الله هحاول ان انا اعمل الفيديو ده بالذات عشان الناس تستفيد من الموضوع ده ازاي تطبقه في الشركات.
في حاجة تانية، أنا ممكن أخزن الداتا شركات مايكروسوفت عملت ويندوز اسمه ويندوز ستورج، بيعمل ايه كبديل للناس ازاي اخزن الداتا بدل ما ولا استخدم في ناس ولا الكلام ده. انا هعمل حاجة تانية خالص، هنزل ويندوز سيرفر اللي هو ستورج وابدأ اتعامل بقى مع الستورج، وده ان شاء الله برضه هحاول انزل له فيديو خاص بيه بس بعد ما اخلص الليسون ده. في هنا واحدة أو جزئية كان مكتوب هنا السان ستورج اريا نتورك ذا سيرفد تايب اوف ستورج، هو الجزء الثالث أو السلايد ده اللي سبتها فأنا قلت ما أكمل فيها. السان از سبيشاليز هاي سبيد نتورك ذات كونتنت كمبيوتر سيستم او هوست سيرفر تو هاي برفورمانس ستورج سب سيستم. يقول لك السان يجوالي انكلود فاريس كومبوننت ساتش از هوست باس ادوبتو اتش بي اس، بيبقى في كارتة كده جواه اللي هي بتبقى افضل في اللي هو في سرعة نقل الداتا. تمام سبيشال سويتش، طبعا بتتعامل مع سبيشال سويتش تو هيلب راوتر ترافيك، طبعا بتوصل بالسويتشات او بيبقى لها سويتشات معينة. طبعا انا ملخص الكلام عشان بس انا وفرت عليك بدل ما نقعد نقرا ونشوف. واند ستورج ديسك اري ويز لوكال لوجيكال يونت نمبر ال يو ان فور ستورج. تمام فده طريقه تخزين الداتا طبعا عن طريق الاري ده، بس انا مش هتكلم فيها قوي، لسه هتكلم فيها فيما بعد. هو انا ما ضفتش حاجه جديده بس انا بقول لكم ان انا ما سبتهاش. استنى انيبل مالتي بيج سيرفر تو اكسس بول اوف ستورج، يعني هي ممكن تجعل اكتر من سيرفر يخزن فين في الداتا في السان. تمام ان شاء الله هرفع هكمل الشرح الريد ده هنأجله بعدين. تمام أريد أن هكمله وبعدين، لأن دي نوع من أنواع الإيه اسمح لي نوع من أنواع يا ربي من تقسيم الهارد، فده هتكلم فيها براحتنا. بس عشان قبل ما أتكلم فيها ولو اتكلمت فيها دلوقتي إحنا هنتوه، فعشان نيجي نجرب لازم أبقى فاهم يعني إيه فورمات، ولازم أبقى فاهم الهارد يعني إيه بيزك ودايناميك، ولازم ابقى فاهم حاجات تانية كتيرة في الـ والفايل سيستم اللي احنا اتكلمنا عليه فات وفات تانية كتير. بس لا هنأجلها بعدين وهنشرحها تاني ان شاء الله. تمام انا خلصت هنا الناس، اتكلمنا على الداس والناس والسان ريد وريد ليفل، ده هنأجلهم فيما بعد. طب هو هنا موجود في لسن 1 بس انا شايف ان هو مش وقت، وانا بقولكش ان هو مش هشرحه، لا ده انا هشرحه وهخش فيه وهتكلم فيه براحتي، بس هنا مينفعش. طبعا انا اي حاجه هشرحها هتلاقي موجوده هنا، هنا لوجيكال يونت نمبر. تمام يكلمك عن الاري ازاي هتخزن الداتا. تمام بس انا مش هتكلم في النقطه دي. وهنا الهوست باص ادوبتور، ده شكل الهوست باص ادوبتور، فطبعا ده حاجه بيستخدموها صفات معينه او كارتات معينه زي دي مثلا. بس طبعا احنا ايه مش هنخوض فيها قوي، انا حاجه مش قدامي اليوتيوب بس انا بقول شكلها عشان تبقى عارف الموضوع ده شكله ايه. طبعا فيديو هرفعه على الصفحه ان شاء الله او على صفحه العيادكم. تمام وربنا يوفقنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.